psychological neuropsychiatric manifestation of leukemia. احنا قلنا بنبتدي بالجنرال ديتيريوريشن اوف هيلث ثم فيفر ثم جونتس ثم اسايتس ثم قلنا ايه كمان؟ لا احنا ما قلناش كده. احنا اخر حاجه بس مثلا بنفضل وكارديو فاسكولار مانيفستيشن وإحنا على كده مش كده؟ لا انا افتكرت بنتكلم على الدي ام اس. دلوقتي هنتكلم على نيورو سايكاتري ديس اوردرز اوف هيباتيك سيروزس وده ليفر سيلفيريا وده حاجه مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ ممكن يشوطك الممتحن في سؤالين. في سؤال احنا لسه ما جاوبناهوش خالص وسؤال مهم جدا جدا اسمه كوما. ده لازم نجاوبه لان ده بيجي كتير جدا هنجاوبه ان شاء الله. فممكن الكوما هيجي لك فيها الكوما بتاعت الهيباتيك كوما وممكن يجي لك فيها خالص. discuss the etiology او pathophysiology بتاع الهيباتيك كوما. فالسؤالين ممكن تتشاط فيهم مره في النيورولوجي ومره في الليفر. فلازم نستعد بهذا السؤال كويس جدا. سؤال الكوما هنتكلم عليه كويس جدا جدا وسؤال الهيباتيك كوما هنتكلم برضه عليه كويس. نيورو سايكاتري ديسورز اوف ليفر سيفيريا از فيري امبورتنت. ليه؟ لانها فيري بروميننت فيري بروميننت يعني حاجه يعني هقول لكم قصه لطيفه جدا جدا. كان عيان بيتعالج عندي ليفر سيروزز بسلين وعيان بقينا اصحاب بقى بقاله مثلا 15 سنه بيتعالج عندي هو نظر مدرسه وخلاص بيجي يخش في الاول وما بينفعش كشف وراجل لذيذ كده. يوما ما جه فبقول له طب اتفضل في اوضه الكشف عشان فقلع وهو لسه في اوضه المكتب فلا يشخص ايه في الحاله هو ليفر سيروزز. This is very early liver failure. ليه؟ لان النيوروسايكاتري ديسورد از فيري بروميننت بتبقى واضحه قوي فيه. تبدا بايه؟ ببيرسوناليتي تشينجز. تبدا ببيرسوناليتي تشينجز. تلاقي ايه؟ شخصيته اتغيرت. كان رجل يحب الضحك ابتدى يبقى مكتئب جدا. كان رجل مكتئب جدا ابتدى يفرج ويقول له كانت قبيحه في وسط الستات. دي ذا ايرلي مانيفستيشن اوف ليفر سيلفيشن. واضح؟ فده اول حاجه بيرسوناليتي تشينجز. نمره اثنين مهمه جدا 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 وقد لا يلاحظها الاهل. الاهل ما يعرفوش الا لو كان الاهل فيري انتليجنت. انفيرجن اوف ذا سليب ريزم. لو انه بتنام بدون لا هو بيفضل طول الليل سهران قدام التلفزيون لكن الحمد لله بيعوض الصبح. دي تبقى ظاهره تبدو للانسان على انها على طبيعتها طول الليل سهران فبينام الصبح لا ده نام باثولوجيكا وصحي باثولوجيكا. يعني هو صاحي بالليل باثولوجيكا ونايم الصبح باثولوجيكا مش عويضه واضح؟ يبقى ده انفيرجن اوف ذا سليب ريزم مهم جدا جدا جدا. نمره ثلاثه بينبر سيجز مشاعر غريبه جدا من الاحساسات في جسمه. تنمي تلاقي ايده ساعة ايده باراسيجز في جسمه كلها سواء في الابر ليمب او في اللور ليمب. نمره اربعه او نمره خمسه دلوقتي يبتدي بقى المظاهر الكلينيكيه الواضحه مثل فلافي تريبوس. وهي حاجه مهمه ولو انها تكتب قصاد فلافي تريبوس دي فيس تريبوس are not diagnostic of liver failure. It can occur in the four important organ failure. اي الفلاتي تريبل بتحصل في الريسبيراتي فيلير ادي المرض. تحصل في الهارت فيلير ادي الهارت. تحصل في الرينال فيلير ادي الكيدني. وتحصل في الليفر يبقى هي بتحصل في الفور important organ failure. لكن هي مشهور عنها الهيباتيك فيلير. لكن ده غلط. هي موجوده في كل الفيلير الريسبيراتي فيلير موجوده. ما هي الفلافي تريمورز؟ في ناس فاكره انها واحد يعمل كده دي سيزون هذا خطا شديد جدا. ولو قلت العيان مد ايديك قدامك زي كده يو ويل نيفر سي فلافي تريمورز خالص. الفلافي تريمورز زي واحد صاحبك كسلان مثل ما بيذاكرش وانتوا بتقعدوا تذاكروا سوا وهو كابس عليه النوم. الخفي راسه بتعمل ايه ساعه ما ينام؟ بالظبط هي دي فلافي تريمورز. بص هتلاقي ايه؟ ابتدى يغمض شويه كده يروح عامل زي ما كده فيقوم زي لان ببطء ولا بسرعه؟ ببطء شديد جدا. ويطلع بسرعه ولا لا؟ بسرعه شديده يعمل كده. وراح فايق لان ساعه ما راسه تجري كذلك تجري. اولا لابد ان تكون سبورتد هاند مش اوت ستريتش. اوت ستريتش ده في ستانس سكوز فلابد انك تقول للعيان حط ايدك كده. خلاص لو شدتها مش هتتعب لانه خلاص شدتها هو لازم تبقى مرتاح. الايد المرتاحه على طرف السرير. ولذلك انا بحترم جدا الطالب لما يجي يشوف لاقي تريمرز يحط ايديه على طرف السرير وبعد تلاقي ايديه تعمل كده تنزل ببطء شديد جدا جدا زي واحد ينام وتروح طالع تاني تنزل ببطء تروح طالع تاني. ليس ده فلافي تريمرز اه هيباتيك فيلير ده في النيوروسايكاتري.
يبقى تأثيرات الفيروس المباشر في بريزم مهم جدا، بارفيريز عنيفه جدا في جسمه، ثم فلات تريمرز وهي هامه جدا 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 فلات تريمرز في التشخيص ولو انها از نوت دايجنوستيك للايه؟ للطريقه اللي بتحصل مع اي دكتور. ثم نتكلم عن حاجه مهمه جدا هي بقى بري كوما اند كوما. البري كوما هي المانيفستيشن اللي احنا قلناها، اي اذا عيل جالك عنده فلات تريمرز وبرسوناليتي تشينجز وميرسونز في بريزم وبارفيريز ذيس از ذا ستيت اوف بري كوما. هو ده اللي يبقى ده لو اطرحته شويه هيجيله. ونسيب بقى الاقلام ونتكلم عن هيبات الكوما. نكتب في نص السطر هيبات الكوما وسيبوا الاقلام لحد ما نوصل في هيبات الكوما. كان هناك عالمه مشهوره جدا جدا ولها احلى كتاب، مش هقول لكم ده فالش، احلى كتاب ميديسن، احلى كتاب امراض بطنه كتب الى الان هو كتاب شيلا شارلوت بتاع الليفر. دي عالمة ابنها حاليا هي لسه ستيل الايف وابنها بنتها متجوزه مصر. اذا كنتوا عايزين تعرف قصه حياه اسمها دلوقتي 82 سنه ولا زالت على قيد الحياه. احلى كتاب كتب من في جميع كتب الطب هو كتاب شيلا شارلوت تقريبا، وهو دايما اول كتاب الناجي يقراه لانه كتاب لطيف جدا وسهل جدا قراءته ومليان معلومات. فاول كتاب الواحد يشتريه وهو نايم هو كتاب شيلا شارلوت عشان يقرا الليفر. وكتب الليفر اناتومي كويس جدا جدا ويونيفرسال كويس جدا، والهيباتايتس كتب احسن من كتب في الليفر الى ان سرق طبعا المعلومات وابتدت تكتب في كل كتب. لكن هي كتبت اول كتاب ليفر في العالم. هي اول من لاحظت ان عيانين الليفر بيجيلهم كوما، ولكن هذه الملاحظه لاحظتها يوم الاثنين، فكان العيانين بيجيلهم يوم الاثنين كوما فسميناها ماندي كوما وكانت لا تعلم عنها اي شيء. سنه خلي بالك احنا بنتكلم في حاجه و50 يعني في الخمسينات. ماندي كوما اول شيء كده ماندي كوما قال الله لازم نلاقي حاجه بقى، فقالت ماندي ماندي اه ده اليوم الذي بعد الاجازه يوم الاحد الاجازه يوم الاثنين. فقالت طب ما نشوف ايام يعني بلاد ثانيه الكوما بيجيهم يوم ايه؟ اذا كانت تسبق بعد الاجازه نشوف ايه اللي بيحصل في الاجازه. كانت طبعا بنتها ابتدت تحب فحبت واحد مصري، فكلمت المصري ده في التليفون يا ابراهيم مثلا او جورج اي حاجه عندكم بتوع الليبر بيجيلهم غلوبه بس طبعا بالانجليزي. قال لها يس يا حماتي. قالت له يوم ايه؟ قال لها يوم السبت. يوم السبت بيجيلكم. فابتدت فعلا ترتبط الكومه بايه؟ بالاجازه. ايه اللي بيحصل في الاجازه؟ زياره. صح؟ والزياره ما تبقاش زياره لو جبت للعيان ولو قلت له برد هيلعن ابوك، هتقول له برد ايه؟ هيتنحت خشك لو انت بتزور واحد برد. لو قلت له شوكولاته ايه اللي فيها الشوكولاته دي؟ انما لو قلت له بطه يفرح. فقالت اعمل ايه يا شوكولاته؟ قالت انا اشوف ايه اللي هيحصل في الاجازه. فقعدت تحت سرير عيان يوم الاحد تشوف ايه اللي بيحصل عشان تفسر الكوميونيتي. لقت العيانين اللي جابهم زياره قيمه من البط واللحم الانجليزي، بط انجليزي ولحم انجليزي وغيرنا جالهم كوم. اللي جالهم ورد ما جالهمش كوم. فبدات مخها يشتغل بس ترو بس ما عارف تحسبين يعني. يعني احصائيات وناس منظمين جدا وعندهم فيري جود اوبزرفيشن ابتدوا يربطوا بين البروتين الحيواني وبين الكبد وبين الكوم. بروتين حيواني مريض كبد جاله كوم. قعدت تفكر 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 فراحت رسمة الرسمة اللطيفة دي وصلتها إلى التشخيص. This is the liver. This is the intestine. This is the blood. نهاية البلاد برين. فقالت الراجل اللي بياكل لحمة ده نهاية اللحمة إيه يا إخوانا؟ أمونيا. نهاية اللحمة أمونيا. يبقى في اللارج انتستن هنا في أمونيا أو في السمول انتستن. طبعا هي في اللارج due to the effect of the bacteria. بتخش الأمونيا through the proper circulation. كل جزيئين أمونيا يمسكوا بعض ويروحوا على مين؟ على الكيدني ينزلوا على صوره. ما هي اليوريا؟ جزيئين امونيا. خلاص؟ امونياي وامونياي يمسكوا بعض يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ عند فشل الكبد والكبد يبقى فاشل يفشل في اداء هذه الوظيفه يطلع الامونيا عيني على البلاست ما تحولتش الى اليوريا لسه جزيئات امونيا ثم حد سحبها والكيدني غير قادر على اخراج الامونيا فتطلع الامونيا في السيستم سيركيليشن وتروح على البرين. تخش في البرين في السيلز ما تخشش جوه السيلز لكن في السيلز في حاجه هامه جدا 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 بتخليك فايق اسمها كريب سايكل. دي كريب سايكل اسهم سهم كده سهم كده سهم كده لحد ما طلع انرجي. في هنا الفا كيتو جلوتاريك اسيد احدى خطوات كريب سايكل. في وجود الامونيا يتحول الفا كيتو جلوتاريك
الى جلوتامين، يتحول الفا كيتو جلوتامين الى جلوتامين ابعد كده السلف. هتقول لي جلوتامين زي ما اعرف انه حلو البيض، لا مش حلو، لما يقطع الكريب سايكل مش حلو، فاتعمل الكريب سايكل اتقطعت، معنى كده مفيش انرجي، معنى كده كوما. نسمي ايه؟ نسميها امونيال انكيفالوباثي، لانها الانكيفالوباثي التي انديوس باي امونيا. الامونيا هربت منين؟ من لفظ التست، راحت فين؟ راحت الليفر. كان المفروض ان تتحول الى يورين، الليفر تعبان دخل الامونيا في الدم، راحت البرين عملت حاجه اسمها امونيا انكيفالوباثي في صوره ايه؟ انتربشن اوف كريب سايكل. على اي ليفل؟ على الليفل بتاع الالفا كيتو جلوتامين، حولته ايه؟ الى جلوتامين، وبرضه الكريب سايكل في العين بقى كوماتوس. اذا العين بتاكل لحمه كتير، طلع امونيا كتير، جات له هذه المصيبه. العين ما جاش لحمه خالص، ما طلعش امونيا خالص، ما جاتوش هذه المصيبه، ومن هنا كان سكر زي كوما في مصر وفي البلاد العربيه، ومن زي كوما في ايه؟ واتلغى الاثنين، لا بقت دي مان زي كوما، ولا هي بقت سكر زي كوما، بقت اسمها ايه؟ هيباتو كوما. نسبه النظريه من سنه 53 لسنه 68 يعني ماشيه فتره طويله جدا، الى واحد جربوع الماني طلع، جربوع الماني طلع كده قال لهم شله ثيوري از رونج. فطبعا دي عملت انقلاب عالمي. اولا شله شله ست حلو، ما تعملش حاجه غلط يعني، يعني كل اللي بتعمله حلو يعني، فازاي تقول على الانكيفالوباثي ده غلط بعد ما مشينا عليه كذا كذا كذا. وطلعت النظريه الثانيه للانكيفالوباثي قال هذا خطا مش امان. ليه خطا يا جردوع؟ قال لهذه الاسباب. انا خدت عينه دم من اللي رايح المخ، وخدت عينه دم من اللي راجع من المخ، اليست نظريه شله شله مفروض ان الامونيا اللي رايحه تبقى اكثر من اللي راجعه لانها استخدمت في هذا التفاعل؟ انا لقيت الامونيا هنا قد هنا، يبقى نظريه غلط. نمره اثنين، ان هذا المريض اللي هو عنده الامونيا اللي انتم بتقولوا عليه امونيا انكيفالوباثي عنده اذر الكترون ديستربنس تفسر الكوما. يبقى انت بتقول ليه كده على الامونيا ليه؟ اذا كان عنده هو ما يفسر الكوما. قلنا لهم طب يا جربوع ايه اللي بيفسر الكوما في عيال زي ده؟ قال لك جميع مرضى الليفر هايبو كلمات. ليه يا جربوع؟ قال عشان بياخدوا لاتكس، عنده اسايتس، واحنا عملنا تابينج، عنده هايبر، عنده سوريزم ربط البوتاسيوم، واحنا عارفين ان دي اشقاء بيخشوا الخليه سواء. هما مين؟ هما البوتاسيوم ومين؟ والجلوكوز. في عدم وجود بوتاسيوم الجلوكوز مش هيخش، يبقى شكل المنظر هايبوغلايسيميك كوما. والنبي يا جربوع انت شفت العيالين الكلينيكال اليوس ذا كلينيكال بيكتشر اوف هيباتيك كوما سيميوليت ذات هايبوغلايسيميك كوما. نفس المنظر، عيان عرقان هايبوغلايسيا ريكابل، نفس المنظر. يبقى هذه النظريه غلط، والنظريه نظريه هايبوغلايسيميا انديوت باي هايبوكاليميا، او ذا كوما انديوت باي هايبوكاليميا، والهايبوكاليميا انديوت بثلاث حاجات مهمه جدا، يا اما ذا يوز اوف بايوريتكس، يا اما ذا تابل واسايتس، يا اما ذا هايبر الكوليستيروليزم للعيانين فيه. فاهمين؟ طبعا الست لما سمعت هذا الكلام قالها ايه؟ انكيفالوباثي؟ لا، لا العن، ده جالها انكيلوستوما بالهايبوثالمس. مات واحدة عايشة، الناس كلها بتتحدث عن النظرية عشان الشغل بتاعت الأمونيا، فبقت عندها كونكشن. كونكشن يعني إيه؟ زوجي. لكن طلعت النظرية دي خلاص؟ هنستفيد منها في حاجة بعد كده. هنستفيد من النظرية بتاعت الجربوع دي في حاجة بعد كده. لكن بعد خمس ست سنين كانت ابتدت شيرلوك شيرلوك إيه؟ تفوق من الكونكشن. قالت تعالى بقى عن حجر عنه. اما ارد عليك بقى، انا ما عرفتش ارد عليك في الخمس سنين اللي فاتت، ان انا كان عندي انكلستوما في الهيبوثالمس، الحمد لله خدت العلاج والانكلستوما راح، تعالى ارد عليك. انت خدت عينات من هنا وعينات من هنا، صح؟ قال لها اه. قالت له لقيت ايه؟ قالت له لقيت الامونيا هنا زي كده. قالت له اولا الامونيا ده بيز، ازاي تفهم؟ يبقى الخطا في القياس جاي عملنا حاجه غلط. نمره اثنين، اليس من الجائز تحويل الالفا كيتو جلوتامين الى جلوتامين دون ان تدخل الامونيا في التفاعل؟ وجودها بوظ الالفا كيتو جلوتامين عمل دون ان تدخل في التفاعل. يعني ايه؟ يعني عامل مساعد كفز الامونيا وجودها بوظ الدنيا دون ان تدخل. ففعلا الراجل جاله كانسر الاستومك وتوفى الى رحمه الله من فعل هذا الصدمه، ورجعت الامونيا للكيفالوكسي مهمه. لكن نستفيد ايه من هذا الموضوع؟ نستفيد من التريتيكيشن فاكتور فور كوما. اوعى
عينين الجبل نجيب هايبوكاليميا، لان يوم ما الناس قالوا لنا هايبوكاليميا بتعمل كوم يبقى هنحافظ عليه بالهايبوكاليميا. والخط الثاني اوعى عيان الجبل ياخد امونيا باي صوره من الصور سواء كان بروتين او خلاف. واضح؟ يبقى فهمنا الباثوجينيزم اوف هيباتيك كوم بنظريتين. النظريه الاولى نظريه الامونيا الانكيتالوجي بتاع تشيلو شيرلو اللي قالت فيها ان الامونيا بتطلع الليفر وبتسكيب الليفر اللي بتتحول الى يوريا وبتسكيب السيستم السيركيليشن وتروح البرين وتعمل هذا المنظر. والنظريه الثانيه بتاعت الهايبوكاليميا بس ذا كلينيكال بيكتشر اوف هايبوجلاسيميك كوما سيميوليت تماما ذا كلينيكال بيكتشر اوف هيباتيك كوما. خلصنا؟ هنتكلم على عيوان هنري ليه دلوقتي؟ بريسيبيتيشن فاكتور اوف هيباتيك كوم. طب هو عيال لك يجيب الكروز طول عمره وزي الفل، ايه اللي جاب له هيباتيك كوم؟ واحد هاي بروتين لايت مهمه جدا. لا بطل كذا، لا فرخه كذا، لا بيض كرتونه كذا، لا لبن شرب، اي بروتين حيواني في واحد بوردر لاين ليفر يعمل له هيباتيك كوم. ده ادي نظريه بالنظريه الاولى بتاعت الامونيا. ودي تابلت يوميز وانتوا هتقابلوها في حياتكم كتير جدا جدا. عيان الليفر اللي انت بتعالجه وما سمعش الكلام، ما سمعش الكلام ولا كان بروتين بايت عالي، تعمل ايه؟ بعدها بيوم او اثنين ابتدى يهلوس ويقول اي كلام فاضي ثم يجيله هيبوب. واضح؟ النقطه دي يا اخوانا الفيري امبورتنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يديكم الصحه وتتخرجوا، ولما تتخرجوا هتبقى اوبنين كليير امبورتنت. الراجل ده يعتد على كلامه اللي عنده ليفر وكان لحمه وبيهبل، لا يعتد على كلامه. وهذه القضيه انا كنت من يومين بالظبط في محكمه بتتاخد شهادتي على مريض. الست هو المريض ده 38 مليون جنيه في البنك، صح؟ وهذا المريض ملوش ولاد وتوفى الى رحمه الله. مين الوريد يا اخوانا؟ اخواتي اخوات. ده فرد طلع في الاهرام وحتاير وكلام حلو قوي يمشي كده اسم حلو كده طلع في الحواري. طب ايه؟ لان الراجل قال لي انا هاخد بشهادتك لانها بيت على كلام عيني جدا. فالست راحت يوم وفاته الصبح بتوكيل راحت سحبه 38 مليون جنيه من البنك يوم وفاته. فالقضيه شقين، الشق الاول ان بوفاه الانسان يفقد التوكيل. خلاص ما دام مات ملوش توكيل، ما حدش يدفع فلوسه لحد ما تتوزع عليه كده. طبعا موظف البنك خد 1 مليون وقال لي انها سحبت قبل ما يموت. خلاص الخط الثاني هل التوكيل بيعتد بيه ولا لا؟ صحيا ده في الليفر فيلير بقى له 3 ييرز وانا كنت بعرف 3 ييرز هل يعتد بيه؟ هل لما اقعد مع مراتي وانا عندي هيباتيك ايه في الوقت وتقنعني ان انا اعمل لها توكيل عام هل يعتد بهذا التوكيل ولا لا؟ ده الشق المهم جدا في القضيه. توك او مش توك دي مش شغلتي، دي مش شغلتي، دي شغله الارض اللي هو يقول التوكيل ده ماشي او غير ماشي. لكن انت شغلتك ايه؟ تتكلم عادي. هل المنتاليتي بتاعته يا دكتور كانت تسمح انه يعمل توكيل زي ده ويعلم ان انا ابو اخوه ويعلم كذا كذا كذا؟ نو. المنتاليتي از افكتد في الناس اللي عندهم ليفر. ما الدليل على كده؟ اهو الليفر مسحوه. منتاليتي يا دكتور؟ ايوه بتكلم. ادي الانجليزي بتاعه وادي العربي بتاعه. ان دي حاجه اسمها هيباتيك المنتال مانيفستيشن ذيس از فيري امبورتنت. وحتى كل الكتب اجمعت على كده، مفيش حتى سنجل بوك يقول لي من كيف بتاعت الراجل ده. قضيه هتسمعوها قريب جدا لان الراجل مات الاسبوع اللي فات وسوي مبنى كتير جدا وهي اللي بتفيد حاجه كده. هم صعايره مش بتوع لا محاكم ولا كلام من ده. يخلصوا منها ويبقوا هم الورثه، مش هي ورثاني هم هيورثوهم ان شاء الله. خلصنا؟ شفت الفلوس بتعمل ايه؟ شفت الكوارث؟ هتشوفوا طبعا لما تتخرجوا ان شاء الله هتشوفوا مصايب عديده جدا من المال. ومع ذلك ومع ذلك كل يوم انت بتقرا كارثه ارجع للنيوكليوس ودي الكارثه غالبا هتفلس. ومع ذلك كل الناس بتحب الفلوس. ومع ذلك مش بقى تكرهها اللي بتجيب مصايب اللي دخلت محافظه جديده السجن فلوس. مش انت تكرهها بقى المفروض انك بعقلك لا يا عم لا تخلي معايا ده الزنداد اللي جنبه فاضيه خليها ايه؟ خليها مستوره. لا بالعكس وهذه حكمه ربنا سبحانه وتعالى عشان تفضل الكلمه ثابته المال والبنون. اللي يقول نص الايه يبقى حلوف وحمار وجحش وجاهل زي اللي يقول ما هو ربنا قال لا تقربوا الصلاه. اه فعلا ربنا قال كده بس انت ايه؟ المال والبنون دي من الحاجات دول يا ابن الكلب كمل يروح مكمل.
الباقيات هي الاحسن. اذا لن نجد ولا تنوم فينا، لان في حاجه ثانيه اهم منهم الف مره. واضح؟ اياكم والمال، واياكم والمال الحرام. اوعى تضحك على عيالك، اوعى. حذاري انت اصلا في ايدك مهنه بامتثالك، بامتثالك انت محتاج تجيب. حيقول لا، عيان جاي لك بتشوف سبين، هيقول لا، ده هيتصدر في يدوم وهيحط لك الفلوس عشان تعمل سجين، وهو لا يحتاج اطلاقا، والامور دي كتير انه مش محتاج سجين. يبقى ده مال حرام دخلت جيبك. انت محتاج قسطره، اكتر شويه بقى. انت محتاج التلت، اكتر شويه زياده. انت محتاج عمليه، اعمل لك تلت اكتر اكتر. اوعى. وكان في ست داخله على جراح مرعوبه، اسكت يا بنتي، بيقول لها انت خايفه ليه يا ستي؟ قالت له انا اول مره اعمل عمليه. طب يعني من اول مره اعمل عمليه ومش خايف برضه؟ هي فات الكوما بالتكنيكات. واحد هاي بروتين دايت، ياكل خلط في الحاجه. اثنين، هل ممكن اخد هاي بروتين دايت من غير ما اكل شيء؟ حد يعرف يجاوب السؤال ده؟ في اذر فاكتورز في الكوما، اي ستريس اوبريشن
هايبوغلايسيميا تروما حادثه عربيه اي ستريس ممكن يجيب لي هباتيك كوما لان هيبقى انتوا عارفين الليفر ده من اهم الاورجنز في بودي ذا موست امبورتنت اللي بيقوم ب 24 فانكشن المعروفين الى ذلك الله اعلم هيرفعوا اضعافهم اضعافهم بعد سنين فهذه الفانكشنز عندما تعطل بالعيال في اي ستريس يجي له كوما واضح؟ These are the precipitating factors of coma. طب كلمة تشعر ايه؟ انظر بعد ذلك hypoglycemic coma. It simulates الى حد كبير جدا hypoglycemic coma. The patient is irritable. يعني ما هوش كوما كوما ده هو irritable coma. طول ما كوما قاعد بيرقص. يمكن هو يعمل كده ويتكلم كلام فاضي. يعني وهو كوماتوز. اوكي. النقطة تانية هو سويتش. لأن أنا عرقان عيني متألمة. بلس all signs of liver surface. عنده جامبس عنده cyanosis عنده skin manifestation عنده cardiovascular manifestation عنده other manifestation of hepatic يعني hepatic disease يعني خلاص؟ طبعا مين عنده؟ أولا prophylaxis مين يقول لي الخطأ أو مش الخطأ مش عايز أقول خطأ ال controversy في العلاج بتاع العيان اللي مين شاطر يقول لنا؟ بروتين سي بروتين سي ده عشان الكونتروفيرسي في ايه؟ يرفع ايده عشان انا اناقشه ودي برافو عليك برافو عليك بس انت بدل ما تقولي سبورت قولي احنا صايف if you prevent the protein خوفا من هيباتيك كوما مين اللي هيجيب؟ الاصايف الاصايف سكوت بريء اساسا هاي بروتين خلاص if you give supplements of protein عشان تخفي الاصايف ايه اللي هيحصل؟ هيباتيك كوما يبقى في اثنين بيضربوا بعض نفتح الشباك ولا نقفل الشباك؟ This is very important. ادي بروتين ولا ما اديش؟ الواقع ان اللعبه اللي انا لعبتها معاكم دي لعبه خطا جدا جدا جدا. مين اللي لو نقص؟ مين اللي لو نقص يعمل اسايتس؟ برافو عليك. الان هل سيادتك بتطلع من الانتستن اجي من عندها؟ ولا انت بتاخد امينو اسيد من الليفر والليفر يعمل اجي من؟ يبقى ده اكسس بروتين غلط. مهما كانت البروتينات والليفر تعبان مش عامل مهما كان في البروتينات والليفر تعبان مش عامل اي يبقى دي نظريه غلط ان احنا ندي اكسس بروتين يبقى العيان ياخد نورمال بروتين بايت نورمال بروتين بايت خوفا من ان انا منعه البروتين تجيب الافايت طب مين اللعبه؟ لو منعت البروتين ده قصه ثانيه خلاص هيجيب حد بروتين ايه؟ انما لو اديت بروتين زياده ما تخافش لان مين اللي بيعمل الانيومن؟ الليفر ده هي اللي بتعمل بعد اللي بيعمل بروتين يبقى عادي نورمال بروتين بايت اب تو وات الى فمانيفيستيشن اوف بري كوما ابير سو بروتين يعني انا اديله ايه؟ اكل لحمه دكتور لا كل لحمه بس خلي بالك لو سهرت ابتديت انام الصبح تيجي في الحال وتمنع اللحم واضح؟ اكل بروتين حيواني يس يو هاف تو تيك النورمال بروتين بايت خوفا من الهايبوبروتينين طب يا دكتور ما اكلش لحمه زياده؟ نو اي لحمه زياده مين اللي بيعمل الالبومين؟ الليفر دي قضيه اتعلمت طب اذا مات يا دكتور اب ذا مانيفستيشن اوف بيكوما فيها اول ما تبتدي تصحى وتنام الصبح براسيزيا في جسمك صداع عليك جدا حوالين البرسوناليتي تشينجز لقيتها موجوده تبرد الابسوليوت ذا بروتين وتعالج خلاص يبقى اتفقنا على الكلينيكال بيكتشر تعالى بقى تبريزنت اوف ذا باتيك كوم انا رايي لكم يعني وهذا الرأي أبريد على 35 سنة خبرة في مرضى الليفر وفي العناية المركزة بقالنا 15 سنة هيبات الكوما تساوي جيل البس والله العظيم هيبات الكوما تساوي جيل البس اوعى يجي لك واحد هيبات الكوما من غير ما تنظر منظر حد يجي حتى لو كان هذا النزيف مش حاد مش اكيد يا دكتور كرونيك بيخرج هيبات الكوما تساوي جيل وهذا وطبعا الكتب كاتبه كده مش حاجه عجيبه. فيبقى احنا اول حاجه يو كريت ذا بليدنج بانس. مهما عالجت في الهيباتيك كوما وانت سايب الفيرس بتخر انت بتهرج. وبتهرج تهريج رخيص. قاعد تعمل حقن شعريه ونيوميتد وجلوكوز ودم بتهرج. يو ستوب ذا بليدنج نمبر 1 خلاص؟ نمره 2 ان العيان ماست بي تريتد ان اي سي. تو بي مونيتورد to be monitored the level to monitor the level of consciousness مهم جدا to monitor the pressure to monitor the depth of jaundice to monitor اي حاجه الصوديوم والبوتاسيوم to monitor كل حاجه يبقى هيتعالج في ICU نمره ثلاثه
نبتدي نموت البكتيريا. ليه؟ لان البكتيريا دي اللي طلعت الامونيا. البكتيريا دي اللي طلعت الامونيا ده كان بروتين نازل لو كان وراء الهضم وكانت المشكله انتهت، لكن مين البروتين بحاله في اللارج انتستن اشتغلت عليه عند البكتيريا طلعت الامونيا. يبتدي البكتيريا بايه؟ بانتبيوتيك. طب انت صفات اقول لك نون ابزوربابل. انا ما يهمنيش الابزورب خالص. انا عايز انت ممكن تشتغل هنا ويطلع في البراز. لو ده ابزورب جاي ده ابزورب جاي. البست في هذا وعلى راس القائمه النيومايسين. النيومايسين يقتل البكتيريا لوكالي ويطرد على بره من غير مشاكل. ما لقيتش نيومايسين وكثير مصر يجي فيها مطبات في النيومايسين نقعد ثلاث اشهر او اربع اشهر من غير نيومايسين ادي ستريبتومايسين. أمبول الفايل ده استريبتومايسين دوره في ميه وشربه العيان. استريبتومايسين از نون ابزوربابل انتي بيتيك. خلاص؟ ما لقيتش لا نيومايسين ولا استريبتومايسين وهذا نادر جدا 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 ادي اي انتي بيتيك. انت حظك كده. ممكن ندي سالفا جوانيدين، سالفا جوانيدين نون ابزوربابل. برضه ده تمتص. مش لاقي اي حاجه. تتر سايكلين هي ابزوربابل لكن حتى البكتيريا امبيسيد لاي مجموعه. لكن القاعده ان تقتل البكتيريا. اثنين من بلاك تيوز. تقول لي ليه؟ اقول لك عايز اسريح، عايز اخرج له البلاوي اللي جوه دي عشان تخرج. لاكتيوز از فيري امبورتنت. في ميزه اخرى في اللاكتيوز انه لما يقدر يطلع حاجه تقتل البكتيريا. واضح؟ يعني اللاكتيوز ممكن بالميتابوليزم بتاعه يؤاد تو ذا بكتيريا افكت. يبقى رائع. الامور مش ماشيه. كل ست ساعات انما عشان نغسل الكولون على فكره الهيبات الكوما من الكوما اوف جود بروجنوس في الاول يعني في اول مره وثاني مره وثالث مره بعد كده بتبقى صعب جدا يقوم لكن لما يجي الهيبات الكوما تبقى سعيد جدا لان تعلم جيدا ان الراجل ده 48 ساعه وكلم اهله هيكلمه كويس جدا جدا مفيش مشكله انما ريبيتد انما تقول لي اعمل له انما بايه؟ بميه دافيه فقط نغسل لو قلنا كده نغسل بقى كل ست ساعات نعملها مرة يبقى منعنا البروتين وعملنا حمض شرايين ودينا الانتيبيوتيك ودينا الاكتيلوز ونسبورت هيل باي حاجه اي دي نيوتريشن بارنتال نيوتريشن ولا جلوكوز يسبورت ذا ليفر باي انفيوجن اوف جلوكوز عن طريق الايه؟ السي في بي سنترال فينوس لاين سنترال فينوس لاين تحطه له عشان ما تديش فوريد خارجي يتجلط ويتغسل بعد كده واضح؟ مفيش 24 الى 48 ساعه العين فيري الرت يكلمك كلام كويس جدا 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 ما عندوش اي مشكله. بروجنوزس بعد كده في الليفر ديبند على ريبيتيشن اوف هيبات الكوما. خلاص؟ يبقى قلنا مانيفستيشن اوف ليفر سيلفيريا جنرال ديتيريوريشن اوف هيلث. اثنين فيفر. ثلاثه كارديو ماسكر مانيفستيشن. اربعه جونس. خمسه سايتس. سته نيورو سايكاتريك ديس اوردرز. نيورو سايكاتريك سورس اللي احنا قلناها من اول هيلث لبيرسوناليتي تشينجز لانفيرشن اوف سليب ريسك لبارافيديال لفلاتي تريمورز لهيبات الكوما بتيجي بمواصفاتها العاديه ذا ديفرنشال دايجنوزس ذا كونديشن ماست بي ديفرنشيتد فروم اذر كوزز اوف كوما. العيان اللي داخل اي سي كوما احد الاسباب في الفاتك لكن قد يكون اي حاجه تانيه. فاهمين او غير فاهمين؟ فاهمين. نيجي بعد كده لحاجة مهمة جدا 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 اللي بعد كده فيفر هيباتيكس نمرة 7 فيفر هيباتيكس شمتوها ولا ما شمتوهاش قبل كده؟ حد شم كده بس يرفع ايده رابع اثنين ثلاثة رابع كلكم تشموها لأن الريحة ما تتوصفش ما اقدرش أقول لك وصف ريحة مثلا واحد لازم يفتي جنبك عشان انت تحت الفتي ايه؟ انما هقعد اوصف لك ريحه الفتي هقول لك ايه؟ وحشه طب ما هو ريحه الخرا وحشه وريحه الكاوتش اللي مولع وحشه تمام مسكت تشيل فتي عشان تعرف ريحه ايه؟ الفتي واضح؟ تنطلق في المستشفى لحد ما تلاقي الفتي كوما مش ضروري تحط بقك في مناخيرك في بقك وانت بتكلمك انما هي وصفها ايه؟ هي اروماتيك اودر اروماتيك اودر ريحه ايه؟ مميزه جدا 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 مفيش انسان يدخل فيها مفيش انسان ريحه ايه يا اخوانا؟ ريحه التفاح المعقم رائحه التفاح المعقم بس دي لانها اللي يقول التفاح واذا وجد لا يسمح له بالتعطيل
فانت عدتم اكل وهم شم. يبقى لازم نلاقي لها ريحه ثانيه زي ريحه اوضه الفيران بتاعت السيرجي. لما تخش اوضه الفيران بتاعت السيرجي تلقوا تحت الايد الرباكه دي براز الفار على بوله على جلده على ريحته كده بيجي دايما ريحه مش حلوه بس مش سيئه. يعني مش ريحه السوس، لا هي ريحه مش حلوه بس هي اروماتيك شويه كده لازم تروح تشوفها. خلاص؟ ايه سببها؟ هنا في مواد طلعت في الكل نورمالي بتروح الليفر، نورمالي بتوكسيفاي في الليفر، نورمالي بيحصل لها ديتوكسيفاي في الليفر. الليفر تعبان هربت على الكوري سيركوليشن، هربت على السبيبه الجلال، طلعت مع الصلايبة خلت ريحه بروكت. ايه هي المواد دي؟ الدول والكاتون والميثايل ميثاكتير. المواد دي على فكره موجوده في البراز طبعا وبتضيف الى ريحه البراز، ريحه البراز بيكتشر اوف اربع حاجات من ضمنها المواد دي. من ضمنها الثلاث مواد الاندول والسكاكول وميثايل ميثاكتير. هذه المواد بدل ما بتبقى ابزوربت بدل ما تبقى ديتوكسيفاي في الليفر بتهرب على السيستم سيركيليشن وتطلع في بق العين. ما الدليل على صحه كلامها؟ ما الدليل على صحه كلامها؟ انيمال تنظف بق. لو دي عارف كل حواليه الريحه تروح من بقه لان انت بتقتل الاندول والسكاتول المتعلق بالكابتن. في تو ديفنس يتين ان اروماتيك اودر اوف سبيشال كاركتر وتكتب بين قوسين تفاح مع الطن. خلاص؟ اشتروا النهارده كل واحد تفاحه وسيبها تعطل في الحر اللذيذ ده في الجو الدفى الجميل ده وشمها هتلاقي شويه قوي ريحه ايه؟ الفيبروتاكس. It is due to the presence of indoors that will inform the captain saved from the liver على السيستم سيرفيشن بدل ما يجي البوتا سيرفيشن. Manifestation of liver symptoms 1 General deterioration of health 2 Fever 3 Cardiovascular manifestation ممثلة في الثيرانوزس وخلال 4 جونز 5 أسايدس 6 هيباتيك بريكوما اند كوما اللي هي نيوروسايكاتيك ديس اوردر 7 فيتر هيباتيكس 8 اندوكراين مانيفستيشن. هتقول لي شكلها ايه؟ اقول لك الاندوكراين مانيفستيشن كثيره جدا. احنا اخذنا واحد منهم ومثل جيد جدا الهايبر الكوسترمس ادي مثل عمل ايه؟ عمل بيكشر اوف هايبر باكتيريا زود مشكله الاسايتس عند العيان وخلاها فيري فلاكت مش قادر يتحرك ده بيكشر اوف هايبوكاليميا. يبقى الهايبر ماتريميا زودت الاسايتس والهايبوكاليميا خلته ايه؟ مرخرخ. عشان كده خلي بالنا ما نكتبش لاجل كتير في المرضى دول لان هو من اصل ايه؟ هايبوكاليميا. ثم ننفذ المرضى نسيبهم قسمين ست عندها ليفر سيروزس وراجل عنده ليفر سيروزس صح؟ عشان نتكلم اندوكراينا بقى. الراجل فيه شويه هرمونات مختلفه عن الست والست فيها شويه هرمونات مختلفه عن الراجل. ايه المشكله؟ ان الراجل عنده هرمونات بتاعت الست بس هرمونات الراجل الرجوليه اعلى شويه. والست عندها هرمونات الراجل بس هرمونات الست التويه اعلى شويه. ما عدا صح صح خلاص؟ فالمشكله دلوقتي الهرمون دي لما بتتعمل بتبقى ديسترويد في مين؟ في الليفر. الست هيروح لها هرمونات الاثنين الستاتويه والرجوليه الاثنين يروحوا الليفر الاثنين ما يكسروش. لما تعمل الهرمونات الستاتويه ما تعملش حاجه في واحده ست انما لو عيل عندها هرمونات الاندروجين يجرى حاجه والراجل هيروح له هرمونين الاثنين مش هيكسروا. لما يعمل الاندروجين اللي ما جراش حاجه انما لما يعمل الاندروجين يجرى حاجه. يبقى المانيفستيشن في الراجل هي هايبر استروجينيزم والمانيفستيشن في الست هي اندروجين عادي. فالست اللي عندها ليفر سيروزس عندها بريست اتروفي والراجل اللي عنده ليفر سيروزس عنده هيليك مارتي. خلاص؟ يبقى هنا بريست اتروفي في الست والراجل عنده ايه؟ لان في طلبه فاكرين ان هيليك مارتي ده مرض. في ناس فاكرين كان في واحد قدم لي حاجه والله ست بيقول لي عندها هيليك مارتي قلت له يا ابني معلش هيليك مارتي يبقى مصيبه. يعني النورمال فاي حد دخل في النقطه دي في سجل الفرن واضح؟ فالراجل ليه هيليك مارتي بس دي حاجه عجيبه جدا. الاكسباير ذات ليز ذا ليف ماستي از كوز باي ليفر ديزيز اند ذيس سيستم از اوردر كاركترستيكالي انت دي ليفر ازاي؟ الله يعلم الله يعلم. يبقى كاركترستيكالي باي ليف ماستي في الرجاله از ايه؟ از يوني ليفر في الاول على الاقل بعد مثلا سنه سنتين ثلاثه تبتدي تبقى ايه؟ باي ليفر. حاجه تشخص فاتي بريست فراجل على انه باي ليف ماستي تاخد صفر. في رجاله
لكنه باب زي اللي بيترفضوا في كليه الشرطه يقول لك ترهل تغيير ما ينفعش. طب يا اخوانا انتوا ارفضوا كلمه مصر بس ده تخيلي والتخن لما خرج قال لا يبقى ضرب شكله وحش. وفعلا لهم حق في الكلام ده ما لناش دعوه كان علميا صح ولا لا بس هم لهم حق ده شغلتهم. الجايليكو مصر يوم مصر بلدتين زادتك تمسك صدره تلاقي يمسكك حته كامله بالظبط كما لو كان في ميكرس واضح؟ يبقى ويبقى المصدر اللي بيحط الويبسايت واللي تاخد صفر الويبسايت باي ذا تنتيشن اوف ذا ديسك في ديسك وهو في الباك تقول اه ده جايليكو مصر. ولا تعطش الجي في الجايليكو مصر. في طلبه تقول لك جايليكو مصر يا ابني اسمها جايليكو مصر ما عندهمش جي الا الحالات قليله جدا من الخواجات. فجايليكو مصر والسيف كنا بنجيبها جايليكو مصر لان ده نورمال عند الست واضح؟ اتفقنا؟ ادي اول حاجه. طب الراجل والست في البيوم كير تعال نشوف البيوم كير يا اخوانا مش البيوم كير متاسس الهير عموما نوعين. حد يعرف انواع الهير؟ يا جحش الاحمر يعني ايه اخرط وناعم الله يخلي حد يا بنت بيتكلم ترك انتوا جنيتوا الهير نوعين يا حلوه الهير هرمونال ديبندنت ونون هرمونال ديبندنت خلاص؟ تعالى ناخد البيوبيك هير اهو المنطقه دي هنقسمها نصين النصف السفلي نون هرمونال ديبندنت يستوي فيه الراجل والست ولذلك اكتيفيتي قبل ما يبقى راجل وست نلاقي شويه شعر بسيط جدا طلع في هذه المنطقه يستوي فيه البنت والولد ليه؟ لانه نون هرمونال ديبندنت ولكن الجزء العلوي يجوز هرمونال ديبندنت خلاص؟ وقليل في الست وكثير في الرجل. قليل لان مين اللي فيه مثلا اكثر بتاعه الاندروجين فدي لانه كثير ياخد هذا الشكل والثانيه دي لانه قليل ياخد هذا الشكل اللي هو قليل. يبقى نورمال الست تبقى كتير عامل كده اهو المنطقه دي قليله جدا جدا تجيز هرمونال ديبندنت والجزء اللي تحتيها شويه يجيز نص هرمونال ديبندنت خلاص. بينما الرجل مماثل للست في المنطقه الاولى دي لكن المنطقه الثانيه الشعر اكثر شويه يبقى عامل المنظر ده. جاء الليفاتيروز فعكس الوضع وخلى الاستروجين يعلى عند الراجل والاندروجين يعلى عند الست يلاقي ايه؟ الست عندها نيل ديستريبيوشن اوف هير يعني ماشي ناحيه الامبرايكا والراجل عنده في نيل ديستريبيوشن اوف هير يعني راح الشعر اللي تحت الامبرايكا. واضح؟ فاهمين؟ يبقى عندنا الهير في الكيوبيك تو بارتس. ذا لور بارت اوف ذا كيوبيك هير از نان هرمونال ديبندنت. ذا ابر بارت هو الهرمونال ديبندنت وهو ده اللي بيتغير. اذا عندما تسال ليه اللور بارت اوف ذا الاثنين؟ خلينا في النص. تقول زي بعض ليه؟ الحته الصغيره بتاعت الهرمونال ديبندنت انها نان هرمونال ديبندنت. واضح؟ يبقى اتكلمنا على جينيكو مثلا واتكلمنا على الهير ديستريبيوشن الكيوبيك هير ديستريبيوشن نمره ثلاثه ايكوال الاثنين لص او ليبيدو. الليبيدو سر من اسرار الله سبحانه وتعالى. سر من اسرار الله سبحانه وتعالى الليبيدو اللي هي السكسوال ديزاير. ذا سكسوال ديزاير سترينث تعتمد عليه الله يعلم. الله يعلم. لكن الليبر سيرودس لما حصل اوحى الى العلماء ان الليبيدو او السكسوال ديزاير جزء من ده هرمونا. جزء منه فضاع هنا وهنا. اذا هو عايز نورمال هرمون الفتره مش حكايه حاجه مسد مش حكايه اندوجين عادي خالص ولا اكسوجين عادي بالفت. هو بالانس بين هرمون بتوصل الانسان الى حاجه اسمها سيكشوال ديزاير. هذه السيكشوال ديزاير مختفيه هو الفاكتور ده بتجيش. يبقى عندنا ثلاث